عند ذلك أنت ارجع إلى كلمات أهل البيت، اقرأها من هذا المنظار، تجدها واضحة جدا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا استثناء، طبعا هذا الاستثناء كان بقاء لا حدوثي، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة أيضا عندما تحرك إلى كربلاء تحرك على أساس رسائل منه، إذن على أساس أن الأمة طلبته للتصدي، ولكن في وسط الطريق بدأت تأتي الرسائل أنه ماذا؟ هسه هناك بحث، وهو أنه هذا التصدي هل لا بد أن يكون هذا القبول بالإمام، هل لا بد أن يكون حدوثي وبقائي، أو أنه يكفي ماذا؟ هذه أبحاث كلها إخواني موجودة في كلمات أهل البيت، ولكن إحنا غبنا عن هذه الأبحاث في حوزاتنا العلمية. رحنا طرحنا مسائل يقسم أحد الأعلام، وهو من الأعلام واقعا من الأعلام الكبار رحمة الله تعالى عليه، يقسم يقول أنا أقسم أن مئات المسائل، هو كان يقول أكثر من هذا، أنا أقول مئات المسائل التي طرحت في كتبنا ورسائلنا العملية وفتاوانا، أنا أقسم من زمن آدم ما حصلت وإلى قيام الساعة ما تحصل، ولكنه إحنا عشنا ماذا، هاي كتبناها فيها رسائل، وهي كتبنا فيها كتب، هاي في حوزاتنا العلمية إلى آخره. هذه أثرينا هذا البحث وهو جيد ما مختلفين، ولكن هاي الأبحاث الأساسية اللي هي عمود حياتنا الفكرية والسياسية والدينية غبنا عنها ماذا كاملة. أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا لم يتحرك إلا من طلب الناس، ولكن وسط الطريق عرف أنه شنو. هسه البعض يقول الإمام سلام الله عليه راد يبطل، لكنه بعد ما خلوه يبطل، قال لهم بابا عيفوني اروح اليمن، عيفوني اروح لفلان مكان، انتم ما تريدون ارجع، قال له لا لو تبايع لو شنو. هسه هذا فقط احد توفقنا اقف عنده.